السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فإن القلوب تقسو إذا لم نتعهدها بالتذكير، إذا لم نتعهدها بما يلينها ويطيبها. القلوب تقسو عياذا بالله إذا غفلنا عن ذكر الله وإذا غفلنا عن المواعظ، فكان لزاما أن نتعاهد أنفسنا بما هو مطيب وبما هو ملين لها. رب العزة يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فيلزمنا أن نحرص على سلامة قلوبنا وعلى لينها، فالقلوب اللينة ليست كالقلوب القاسية، والقلوب الرحيمة ليست كالقلوب الفظة الغليظة. فجدير بنا أن نتعاهد أنفسنا الحين بعد الحين. ومن قول الله تعالى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، هنا للعلماء قولان: أحدهما طال عليهم الأمد في النعيم، فلما طال عليهم الأمد في النعيم ولم يبتلوا أطغاهم هذا النعيم، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وكما قال: ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، وكما قال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. والوجه الآخر: طال عليهم الأمد في البعد عن المواعظ والبعد عن التذكير. فمن الأشياء التي تلين القلوب استماع المواعظ الحين بعد الحين، إن هذا يلين القلوب. ذلك قال العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وقد قال تعالى: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فعلى الشخص أن يتعاهد نفسه بالمواعظ الحين بعد الحين ولا يهملها، ولا يترك نفسه بعيدة عن المواعظ والتذكير، فإن القلوب تقسو. ولكن ينبغي أن تتعاهد القلوب باستماع المواعظ، تتعاهد بالاستغفار، تتعاهد بذكر الله. ودائما وأبدا خير موعظة موعظة استلت من كتاب الله سبحانه أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أفضل وعظ. وقد قال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وفضلا عن ذلك، ونحن نستمع الموعظة من كتاب الله نثاب. نثاب لماذا؟ لأنه علم. كتاب الله علم خير العلوم على الإطلاق. والله يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن فضائل التذكير بالمواعظ التي هي من كتاب الله أننا نثاب عند تعلمها، ونثاب عند استماعها، ونثاب عند التذكير بها، وكل ذلك يوضع في ميزان الحسنات. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم في شأن القصص القرآنية عموما
وقصص الأنبياء خصوصا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالقصص يثبت الله به القلوب، وكذلك هو مؤثر في القلوب وسلامتها. قال تعالى في كتابه الكريم في شأن أيوب عليه السلام لما طال به الأمد في المرض وعجز الأطباء كلهم عن دوائه عن علاجه، وذهب كل ماله، ذهب كل ماله، انتهت كل أمواله وذهبت كل صحته، دمرت صحته تدميرا، وأهله انفضوا عنه والمال نفد من عنده، وبعد في ثواني جاء الفرج. اضرب برجلك، ضرب برجله، تفجرت الأرض يا نبيع، هذا مغتسل بارد، اغتسل، كل داء ذهب، شراب اشرب، كل داء في الجوف ذهب. ثم نزل عليه جراد من ذهب من عند الله، والله قادر على كل شيء، فرجع أجمل ما كان وأغنى ما كان وأصح ما كان، وأتيناه أهله ومثلهم معهم. قال تعالى بعد أن ذكر القصة مجملة، قال: رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وهذا الشاهد من كلام ذكرى يتذكرها العباد، فلا ييأس مريض أبدا من رحمة الله. على كل عابد أن يتذكر قصة أيوب عليه السلام، على كل مكروب أن يتذكر قصة أيوب عليه السلام وسائر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ففي قصصهم عبرة لأولي الألباب، وقصة أيوب حتى تخرج عن موضوع أيوب للعموم، رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فالقصص لم تأتي فقط لبيان ما قد حدث للأنبياء، بل كي نتذكرها ونعمل بمقتضاها ونصبر كما صبروا ونرجو كما رجوا وندعو كما دعوا. لذلك يوسف عليه السلام لما رأى إخوته وهو على سرير الملك وهو عزيز على مصر، وما كانوا يتوقعون أبدا أن يصل أخوهم إلى هذه المرتبة ولا يدرون عنه شيئا، ففوجئوا به يقول لهم وهم في حالة من الذل والانكسار، ويقولون: مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. إذا به يقول لهم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: إنك لأنت يوسف. الشاهد قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالشاهد من قوله إنه من يتق ويصبر يعمم القص، يعمم الفضل، ليس الفضل هذا خاص بي وحدي ولا بأخي، لكن بصفة عامة، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تخرج القصة عن حيز الخصوصية إلى العمومية. ولما قال الله في شأن موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وتخرج القصة إلى حيز العموم، وكذلك نجزي المحسنين، فكل محسن يجازيه ربه سبحانه وتعالى. كذلك في التمرد على أمر الله سبحانه، تذكر العقوبة التي حلت بقوم لوط من إرسال حجارة من سجيل منضود عليهم، يقول تعالى: مساومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. أي ظالم يتوقع أن تنزل عليه حجارة مثل الحجارة التي أرسلت على قوم لوط؟ ما هذا ببعيد على الله سبحانه وتعالى. فالقصص تخرج من حيز الخصوصية إلى العموم. قال تعالى في شأن سفينة نوح: نعمة من عندنا
وبعدها قال وكذلك نجزي من شكر، كل شاكر يكافئه الله، كل شاكر لا يكافئه الله. أنا مع ثلاثة من النماذج من هذا من كتاب الله سبحانه وتعالى، نواخر سورة الأنبياء. يقول الله تعالى بعد أن ذكر عددا من الأنبياء وأنهم كلهم يدعون ربهم ويرجون ربهم ويسألونه، قال تعالى في كتابه الكريم وذا النون إذ ذهب مغاضبا. ذا النون هو يونس عليه السلام، ذهب مغاضبا دعا قومه إلى عبادة الله فلم يستجيبوا له، فقرر الخروج من عندهم من بلادهم وترك البلاد لهم دون إذن من الله. ففارق بين يونس عليه السلام وبين نوح عليه السلام. نوح من أولي العزم من الرسل، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يكذبونه ويؤذونه ويسبونه ويتهمونه بالجنون والخبل والخلل العقلي، ينتظر حتى مما يؤمنوا يأتي جيل بعدهم أسوأ منهم وأضل سبيلا، يموت الجيل 100 سنة يأتي جيل آخر أضل من كانوا قبله، إلى أن قال الله له يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد أمن. خلاص كإيمان وما ذلك صابر، ودعا الله عليهم خلاص، إذا كان الموجودين كلهم سيكونون كفارا سيكونون من أهل الكفر، سيضل الأباد المؤمنين، يعني لا يرجى منهم إيمان خلاص بإخبار الله، لا بإخبار الله له لن يؤمن من قومك إلا من قد أمن، فخشي على المؤمن معه أن يرتدوا بسبب الآخرين. فدعا الدعوة ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، أكفر من السابق. الشاهد صبر. أما يونس عليه السلام ضجر بسرعة وغضب منهم وترك لهم البلاد وانصرف. ما الذكرى التي تذكرها منه يعني؟ لما انصرف عليه الصلاة والسلام وترك لهم البلاد، أحيانا الشخص منا يا إخوة ونسأل الله أن يغفر لنا جهلنا، يظن أنه لكونه مطيع لله سبحانه وتعالى أنه ممكن يذنب ولا يعاقب، يظن كذا. أنا أصلي كثير وأصوم كثير وأفعل الخير كثير، مش مشكلة، عملت ذنب ربنا سبحانه وتعالى كريم قد يغفره. يستهويه الشيطان من هذا الباب، شيطان يستلمك من هذا الباب، أنت رجل طيب الحمد لله ورجل صالح ورجل مؤمن تقي، خذ افعل أي معصية جت على هذه المعصية يا أخي افعل المعصية، ويشجعك على الاجتراء على المعصية. تظلم شخصا، تظلم نفسك بفعل شيء محرم مع امرأة، مع تظلم عاملا من عمالك إلى آخره، الشيطان يهون لك، أنت صلاتك كثيرة ولا تتوقع أنك ستؤاخذ بهذه المصيبة التي أحدثتها أو الصغيرة التي أحدثتها. فيونس نبي كريم عليه الصلاة والسلام، نبي من الأنبياء، مصلي صائم ذاكر لله يدعو إلى الله، قد خلاص القوم هؤلاء متعبين سيب لهم البلد وامشي. ذهب مغاضبا فتعلمنا درسا منه. لما خرج عن غير إذن من الله له بالخروج، كما لا يخفى عليكم اتجه إلى البحر، أشار للسفينة جنحت حملته. في لحظات إذا بالأمواج تأتي منها هنا ومنها هنا، تضرب السفينة من أعلاها ومن أسفلها، كل سيغرق. ترون من الذي حرك الأمواج؟ الله. ماذا نصنع يا جماعة؟ كل واحد مع شنطة سفر يرمي يرمي يرمي، كل واحد الشنطة عزيزة علي، الشنطة معايا فيها ملابس لأولادي وتجارتي وأكلي وشرب، لكن النفس يا نفس ما
روح ما بعدك روح، هنا مفاسد ومصالح. يا نرمي الشنطة وما متاع، يا الذي أغرق، كل يرمي الحقائب ويرمي المتاع، كل رمى حتى تخفف السفينة. طب كل الأمواج ما زالت مضطربة، نرمي واحد منا، ضحي بواحد ولا يموت الكل. مش لا نريد أن نظلم أحدا، نعمل قرعة. عمل القرى جت على مين؟ القرى على يونس. من الذي أرساه على يونس؟ هو الله. هنرمي هذا الرجل الصالح؟ حكت القرى جاءت عليه، ارمي الرجل الصالح. ألقي في البحر في ذات التوقيت، في هذا التوقيت بالضبط تأتي أو يأتي الحوت العظيم الهائل. ما ترك يونس لحظة حتى يغرق، الحوت ابتلعه. من الذي ساق الحوت في هذا التوقيت؟ من الذي ساق سمكة القرش التي أكلت الروسي؟ من الذي أتى بها في هذا التوقيت؟ هو الله. فكل مسخر، والأمور لا تمشي خبط عشواء. ولماذا أكل هذا بالذات؟ أكله القرش. ولماذا لم يؤكل هذا؟ ولماذا تخلفت زوجته عن النزول معه؟ مدبرة الأمور، الأمور مدبرة، ولكن الناس لا يفقهون. من الذي ساق الحوت؟ هو الله. ابتلع الحوت يونس عليه السلام ودخل في ظلمات بطن الحوت. والحيتان هائلة، يعني الحيتان هذه إذا تصورتم تبلع القرش، تبلع التمساح، تبلع كل ماشي فاتح فمه مثل البيت، كل ما يأتيه يدخل. حتى إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في غزوة وكانوا يتقاسمون التمر فيما بينهم من الجوع، وكانوا 300 شخص، عليهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، غزوة سيف البحر. المهم الحوت، البحر ألقى لهم حوتا ميتا. تخيل 300 شخص يأكلون من هذا الحوت لمدة شهر ويحملون منه إلى المدينة صباح مساء عشاء، 300 شخص ويحملون إلى المدينة. يقول قال كنا نأخذ العظم من عظم الفم نعملها عمود للخيمة التي ننام تحتها، ونغترف من عينيه الدسم ونأكل ونحن 300 وننام في عين الحوت. تخيل هذا الحجم يكون. المهم أخذ الحوت سليمان مستودع، هذا يونس مستودع الحوت. يا حوت يوحي ربنا إليه، هذا عبد لي أمانة عندك، بطنك له أمانة، لا يهضم، لا يقطع بأسنان، لا يصيب أي أذى، بس سجن، أنت سجن له إلى حين. الشاهد أن يونس عوقب، مع أنه نبي وكريم ومصلي وصائم وفاعل الخيرات، لكن أعمال البر في وقت الصلاح نفعته في وقت البلاء. بطن الحوت مظلم، لا في كهرباء ولا بطن مظلم. نزل إلى قاع البحر، قاع البحر ظلمات. جاء الليل البهيم فأصبحت ظلمة بطن الحوت مع ظلمة الليل مع ظلمة قاع البحر، وظلمة أشد وأشد هي الضيق النفسي الذي هو فيه بسبب عدم استئذانه لربه سبحانه وتعالى. هو فكر في الذي صنعه، أنا صنعت ماذا؟ أنا خرجت بغير إذن، أنا نبي يوحى إلي، ما أوحى الله إلي أن أخرج، خرجت عن غير إذن من الله لي بالخروج. فماذا نصنع لو أذنبنا؟ ماذا نصنع؟ قد تذنب أيها الصالح، ماذا نصنع لو أذنبنا؟ نحن لسنا بمعصومين، بل نحن ضعفاء، كلنا ضعفاء، وخلق الإنسان ضعيفا، والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها البطش، الرجل تزني وزناها الخطو، اللسان يزني وزناها الكلام. الحديث معروف. شاهدي من ذلك أول ما حصل اللي حصل. طبعا الذي جعل الأمواج تلعب هو الله،
جعل القرعة ترسو على يونس هو الله، الذي ساق الحوت هو الله سبحانه وتعالى. فلجأ يونس إلى الله سبحانه، تحرك وجد نفسه تحرك، ذكر فوجد لسانه ذاكرا، فنادى في الظلمات يعترف بالذنب، يوحد ربه وولد، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، كلمة التوحيد، تنزهت يا ربنا عن كل ما لا يليق بك، تنزهت يا ربنا أن يحدث شيء في الكون بدون إذنك، تنزهت عن كل عيب ونقص، لا إله إلا أنت، كتقدمة للدعاء، سبحانك إني كنت من الظالمين، فاعترف بالذنب كما اعترف موسى من قبل، أو كما اعترف موسى ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، كما اعترف الأبوان الكريمان آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقدم كلمة التوحيد، لا إله إلا أنت، سبحانك نفي الشريك عن الله، سبحانك إني كنت من الظالمين، اعترف بالذنب كما في دعائنا أبوء لك بنعمتك علي، أعترف يا رب بنعمك علي، وأعترف يا رب إني مذنب، أنت تنعم وأنا أذنب، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعترف بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نشكر الله على نعمه ونستغفره من ذنوبنا ونسأله أن يصرف عنا. فعلينا يا إخوة نأخذ من هذا العبر، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. صنع المعروف وقت الرخاء سبب في نجاتك وقت البلاء، فلولا أنه كان من المسبحين قبل أن يبتلى كان من المصلين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فأخذنا العبر، لا نيأس من رحمة الله ولا نغتر بسعة رحمة الله، قد نعاقب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. كان أبو أيوب ينظر إلى الدمولة التي في يده ويقول أستغفر الله أستغفر الله، يقال له في ذلك يقول لهم أدريني لعلها بذنب، والله يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فأخذنا العبر، الصالح قد يبتلى يعاقب على الذنوب، فلا تغتر أيها الصالح بكبير صلاة ولا بكبير صيام، قد تبتلى لأي شيء. وأظننا لسنا بعدين عن الأبوين الكريمين آدم وحواء، طرد من الجنة بذنب، أكل من الشجرة أخرج من الجنة إلى الأرض كما قال موسى عليه السلام، أنت أبونا أنت آدم، قال نعم، قال أنت الذي خيبتنا وأخرجتنا بخطيئتك من الجنة، فقال نعم أنا آدم، ألم تعلم أن هذا يا موسى أمر كتبه الله علي. الشاهد من هذا الموضوع أن الصالح قد يؤاخذ. أصحاب الرسول يوم أحد هم صحابة رسول الله، خالفوا الأمر ونزلوا يشاركون في الغنيمة مع وصية الرسول لهم قبل بالثبات في أماكنهم، خالفوا فنالهم ما نالهم، شج رأس نبيهم وكسرت رباعيته وقتل حمزة وقتل منهم عدد كبير. وقد قال تعالى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فهؤلاء أصحاب رسول الله، وهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد تصاب بذنبك. كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خادم يخدمه في السفر، فجاءه سهم غرب لا يعرف من رماه قتل،
قال الصحابة هنيئا له خادم رسول الله، وقتل في الرجوع من الغزوة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال الرسول عليه السلام: كلا والذي نفسي بيده، إن الشمل التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تقسم، لم تصبها المغانم، تشتعل عليه الآن نارا يا رسول الله. فقال رجل: يا رسول الله، وإن كان قديما من أراك كنت خد سواك من الغنائم. قال: وإن كان قديما من أراك، وإن كان قديما من أراك فقد تعاقب وأنت مسلم، فانتبه لا تغتر. فأخذنا من قصة يونس أن الشخص لا يأمن، أنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، لا يأمن أبدا من العقوبة. وأخذنا أيضا: أنت لست الهادي يا يونس، الهادي هو الله، إنما عليك أن تبلغ. أمر الهداية إلى الله، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لما خرج من عندهم القوم الذين كانوا كفارا كلهم آمنوا، كل البلد آمنت، ترك البلدة ومشى وخرج. شاء الله أن يقذف في قلوب أهل القرية كلهم الإيمان. قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. خرجوا كلهم عن بكرة أبيهم رجالا ونساء وأطفالا، آمنوا كلهم وقالوا: نخرج لربنا، أخرجنا نبينا. فخرجوا إلى صعيد فسيح رحب، كل يرفع أكف الضراعة إلى الله أن يصف عنهم العذاب، فكشف عنهم العذاب. فالهادي هو الله. خذنا العبر، أنا علي أن أدعو وأوجه وأدعو الله بهداية القوم، لكن في النهاية لا أستطيع هداية نفسي فضلا عن غيري، لا أستطيع الثبات إلا إذا ثبتني الله، لا أستطيع أن أثبت قلبي إلا إذا ثبته الله سبحانه وتعالى. الخليل يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، ربي اجعلني مقيم الصلاة، يخشى أن يتحول إلى تارك صلاة. فنأخذ العبر من قصصهم. إن ربنا قال في كتابه في سورة الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه، أن لم نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. حتى تخرج القصة أيضا: إذا وقعت في كرب فالذي أنجى يونس ينجيك، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك نجزي من شكر. فالقصة كي تخرج من حيز الخصوص إلى العموم: وكذلك ننجي المؤمنين. قال تعالى: وزكريا إذ نادى ربه، اذكر زكريا لما نادى ربه كان لا ينجب، وهذا شق على كثير من النفوس ألا تنجب. أحيانا شخص يطعن في رجولتك ويقول: ما رجال هذا ما ينجب. أحيانا الناس تتجاهل كذا، وأحيانا واحد يعيرك بعدم الإنجاب يقول: أنت أبتر، كما قال قائلهم عن رسول الله أنه أبتر، لا ينقطع جماد، خلاص سيبوه يموت وينقطع ذكره، هكذا قالوا، لكن الذي رفع الذكر هو الله. قال سبحانه: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا، يا رب أكون وحدي وأنت خير الوارثين. علل الدعوة هذه في قوله: هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وقبلها أيضا قال: وإني خفت الموالي من ورائي. كانت بنو إسرائيل تأسسهم الأنبياء، كلما مات النبي تبعه نبي، هو القائد، كان الرئيس أو الملك هو النبي، نبي تأسسهم الأنبياء. فنظر زكريا: إذا أنا مت يا رب ما في بني إسرائيل واحد يقوم بأمرك، شايف بني أولاد عمي هم طيبين، أولاد عمي ليسوا بطيبين، خفت الموالية. الموالي أولاد العم هنا، يا بني عمنا يا بني موالينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يريد ابنا يسوس بني إسرائيل بسياسة حسنة واجعله ربي رضيا. سنوات طويلة يدعو يدعو ليل نهار: يا رب ارزقني بذرية صالحة، يا رب ارزقني بذرية صالحة، ولا يمل، لا يمل من الدعاء أبدا. ربي إني وهن العظم مني
واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أنت ربي كريم ما حرمتني أبدا، كلما أدعوك تجيبني، واشتعل الرأس شيبا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني من ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. جاءته البشرى. وزكريا إذ نادى ربه قائلا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فالذي لم يرزق بولد والأطباء عجزوا، باب الله مفتوح، هو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وضرب لنا مثل آخر في هذا الباب، إبراهيم. إبراهيم عليه السلام لم يكن يرزق بأولاد ولا بنات طيلت أكثر حياته على الكبر، قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، ولا أكثر حياته يدعو ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين، ما في إلا في النهاية الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. فنستفيد أن الشخص منا لا يمل من الدعاء، ويبين السبب، أنا بدعو لماذا يا ربي؟ لا أدعو والله بالولد تكثرا ولا تجبرا على العباد أبدا، ولكن أريد ولد صالح يقيم أمر الناس على خير، ولد صالح يدعو لي بعد موتي، ولد صالح يساعدني على ديني في حياتي، بين سبب الدعوة. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. الذي يصلح زوجتك هو الله، سواء الإصلاح البدني أو الإصلاح القلبي. الإصلاح البدني ممكن زوجته لم تكن تحمل أو كانت عاقرا، انتهت قصة الحيد ولا أصبحت من القواعد، أصلحها الله فجعلها مهيئة للإنجاب، أصلحنا له زوجة. والآخر القول الآخر كان في لسانها حدة، كان لسانها حاد، فالذي أصلحها هو الله سبحانه، أصلحنا له زوجة، الذي أصلحها هو الله. فأنت تدعو الله زوجتك سليطة اللسان عليك، وهذا كثير، وأحيانا تتسلط عليك وأنت لا تشعر الذي يسلطها هو الله. أحيانا زوجتك تتسلط عليك، تم عملت فعل لكل خير، أنا جايب لك لحم وجايب لك ملابس وريحة ومكلف نفسي 1000 2000 جنيه وأنا جاي وتعبان وجايبهم، ولسانك طويل ولسانك بذيء، ما السبب؟ من الذي صلتها؟ هو الله. لماذا؟ راجع نفسك، راجع نفسك، ما الذي جعلها تتسلط عليك؟ قال الحسن البصري أنا أعرف ذنبي في خلق زوجتي، أعرف ذنبي في خلق دابتي، سيارة تعطلت، فكر لماذا تعطلت، لا تكن كالبهيمة وأنت ماشي، لا لا فكر. الناس أول ما تفكر تفكر المية، كان أنا ما حطيتش مية ما حطيتش زيت، صح، لكن كان ربي قادر يذكرك أنك تضع مية أو تضع زيت أو تضع بنزين. فكر فيما يحدث، لا تمشي كالبهيمة لا تدري لماذا حدث الذي يحدث، فكر جيدا، فكر تمام التفكير فيما يحل بك ويحل لك. نعمة اذكر سليمان رأى عرش ملكة سبا أمامه، على فاهم، فاهم الأمور كيف تمشي، يقول هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. لماذا استقر العرش أمامي قبل أن يرتد إلي طرفي؟ فهم، فهم الدنيا كيف تمشي، كله بتدبير الله. قال هذا من فضل ربي ليبلوني ليختبرني أشكر أم أكفر. هكذا العبرة يا إخوة، أنت جالك مال كثير ورزقت رزق واسع، طيب النتيجة، لماذا جاءك هذا المال؟ هياخذ الفرح والكبر على الناس؟ لا، قدم شكرا، أنت مبتلى، هل تشكر أو لا تشكر؟ إن الخليل دعا بدعوة نتأملها، وهو يقول في شأن أهلي الذين تركهم عند الحرم بلغنا الله إياكم إياه، ترك الزوجة وإسماعيل صغير عند الحرم ومشى ابتعد عن زوجته وابنه، وهي فكرت ترك معها ماء قليل، ماء زمزمية صغيرة فيها شوية مية، ما في طعام ولا شراب، وتركها في مكان لا في ناس ولا في زرع ولا في ضرع ولا في أي شيء،
حجارة جبال. فنادته هاجر عليه السلام: يا إبراهيم يا إبراهيم، تمشي وتتركني مع الولد الصغير الرضيع في هذا المكان؟ ما في لبن حتى ينزل. لم يلتفت إليها. نادت مرة ثانية: يا إبراهيم، تتركني وولدك في هذا المكان ليس فيه زرع ولا ماء؟ لم يلتفت. في النهاية قالت: آه، الله أمرك بهذا؟ يعني ربك أمرك تضيعنا هكذا؟ قال: نعم، ربي أمرني به. قالت مع إيمانها القوي: إذن لن يضيعنا. فخرج وابتعد عن عينيها. فلما ابتعد عن عينيها، اذكروا بس الدعوة التي دعا بها، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل، يعني دعا لهم مش بالنجاح في الامتحان الأول، دعا لهم ربنا ليقيموا الصلاة أول خير من الدنيا وما فيها، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. لماذا؟ لعلهم يشكرون. يا رب ارزقه كي يشكر، يحب اسم الله أن يرتفع، يحب أن ينتشي الشخص بذكر الله سبحانه، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يا رب وسع علينا حتى نشكر، وسع على أولادي حتى يشكروك يا رب، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فالشاهد من هذا أيها الإخوة، نرجع إلى زكريا صلى الله عليه وسلم، لم يأس من دعاء الله أبدا، ويعلل الدعوة. قال تعالى: وأصلحنا له زوجه. انتبه، إذا تسلطت عليك زوجتك راجع نفسك، استغفر الله. قد تكون هي من الذي يسلط قوما على قوم؟ هو الله، هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم. والنصوص في: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. قال تعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. اسأل الله أن يصلحك لها ويصلح لك. قال تعالى مبينا عملهم، حتى نسير على هذا الدرب الطيب الدرب الكريم، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أي خير يسبق إليه، ومع المسارعة في الخيرات يدعوننا رغبا ورهبا. فسارع في الخيرات وادعو، اعمل الخير وادعو، صلي وادعو، تصدق وادعو، حج وادعو، اقرأ القرآن وادعو، اصلح بين الناس وادعو ربك. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا طمعا فيما عندنا ورهبا خوفا مما عندنا وكانوا لنا خاشعين. حقق في نفسك هذا الخشوع لله. ولا ينسى تذكير النساء بالفضليات الكريمات والتي أحصنت فرجها. اذكر يا رسول الله في الكتاب المنزل عليك، وذكر أمتك والأمم من بعدهم، اذكر التي أحصنت فرجها، اذكر مريم عليه السلام، تلك الفاضلة العفيفة المتعففة، تلك الفاضلة الصديقة، اذكرها اذكرها، ذكر قومك بها. إن أمها لما حملت بها ما كانت تعرف أنه أنثى، ونظرتها للبيت لخدمة البيت، تخدم بيت الله، قالت: ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. لكن لما ولدت رأتها بنتا، رأتها بنتا. الشخص قد يفرح بالولد ولكن هذه بنت، فلكن أمها تعرف ربنا وتعرف ربها وترضى بقضائه. قالت: ربي إني وضعتها أنثى، الله أعلم بما وضعت. قالت: وإني سميتها مريم، إني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. احفظها يا رب وسلمها يا رب. فكان البغاء قد انتشر في بني إسرائيل في الإسرائيليات، خايف على ابنتها من أن ترتكب محرما، خايف على ابنتها عياذا بالله من السوء المكروه. ق
قالت إني أعيذها بك ألجأ إليك يا رب لكي تحفظها وتحفظ ذريتها من الشيطان الرجيم. فجاءت بنت أبرك من ملايين رجال، أبرك من ملايين رجال، جعلت آية العالمين. قال تعالى والتي أحصنت فرجها، حفظت نفسها، حافظت على نفسها، حافظت على عفتها، حافظت على كرامتها، حافظت على دينها، حافظت على شرفها، والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، مننا عليها من عندنا بأن تكون هي وابنها آية العالمين، فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، للدلالة على قدرتنا على أننا نقدر على أن نخلق بشرا بدون أب، كما خلقنا آدم بدون أب ولا أم، وخلقنا حواء من أب ولا بدون أم، خلقنا مريم من أم بلا أب، عيسى من أم بلا أب. قال تعالى وجعلناها وبناها آية للعالمين، إن هذه أمتكم ملتكم وجماعتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ولكن هل عبد الناس ربهم فتقطعوا أمرهم بينهم، تنازعوا وافترقوا وكل سلك سبيلا، ذكرهم الله بالمرجع والباب، كل إلينا راجعون، كل إلينا راجعون، المختلفون كلهم سيرجعوا إلينا، سواء الذين وحدونا، الذين عبدونا ولم يشركوا بنا شيئا، الذين قالوا المسيح هو الله، الذين عبدوا آلهة مع الله، كل إلينا راجعون. كل هذا الزحف سيتجه إلى ربه، وبعد هناك التمييز، امتازوا اليوم أيها المجرمون، كل إلينا راجعون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وقبلها قال تعالى فمن يعمل من الصالحات، وبها أختم، من يعمل من الصالحات وهو مؤمن موحد لا يرائي ولا يشرك لا شركا أكبر ولا أصغر، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، يعمل صالحا، وكما يقول المصريين انسى أنك عملت أو لا تنسى لكن ربي يسجله، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، ربنا ليس لن يكفر سعيك أبدا بل شاكر لك، من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. من الذي يشكرك؟ لا بشر، الذي يشكرك هو الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال تعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، وكما قال لن يتركم أعمالكم، لا تظن أن الله يغفل أو ينسى، يحفظ لك كل معروف وكل خير أنت عملته. قال تعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، وإنا له كاتبون. الملائكة كما قال تعالى بلى ورسلنا لديهم يكتبون، فاعمل الخير واطمئن أن الله سيكتبه لك، إنا له كاتبون، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إن كل نفس لما عليها حافظ، جمعنا الله إياكم في الفردوس مع هذا الرهط الكريم المبارك، رهط الأنبياء، رهط الصالحين، رهط الصديقين، رهط الشهداء، اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.